كنت عارفه ان مفيش اخبار ولا حاجه. وايه اللي خلاكي متاكده كده؟ اصل من ساعه ما جيت وانت عمال تتفرج عليا وما فتحتش بقك ولا كلمه. انا ماشي. امشي ويبقى انا مكيش غير المشوار ومعرفتيش حاجه. طب ما تتكلم ولا مستني تتفرج عليا كمان شويه؟ انت مالك سخنانه كده ليه عليا؟ بس عارفه انك بتلعب بيا، فاكرني صيده من غير حلفان. انت فهماني غلط وظلماني. انا يمكن حبيت اقابلك بس مش عشان العب بيكي. انت عايز ايه يا عماد؟ في رجاله كده لما تعرف ان في واحده بتحب تفتكر انها سهله، واللي تحب فلان تحب غيره. انت موسوسه ودماغك مليانه خيالات، وانتيش عرفك الرجاله بتفكر ازاي؟ انا نزلت الشارع من بدري والشغل في المصانع ياما بيعلم، ولولا الخيالات اللي انت بتقول عليها دي ما كنتش قدرت احافظ على نفسي. بعدين انت سيرتك سابقاك، محدش في الحاره كلها ما يعرفش حكايتك مع عنايات. حكايتي مع عنايات ما تعبنيش في حاجه، وفي الاخر انا راجل. انت عارف ايه الفرق بينك وبين سعيد؟ مستنيه اقول ايه؟ اعتبريني قلت وكملي. الفرق بينك وبينه زي الفرق بين الازاز الشفاف والازاز اللي مش نضيف، لا بيخبي ولا بيبين، تشوف من ورا نص الحكايه وانت وشطارتك. انما سعيد واضح اللي عايزه بيقوله، لا بيلف ولا بيدور. بقى سعيد اللي بينصم على طوب الارض، لا بيلف ولا بيدور. على الاقل معايا. روح يا عماد استحمى، يمكن تعرف انت عايز ايه. بس يا اولاد الجزمه انتوا، هو مش في واحد نايم؟ ماما زمانها جاية بعد شوية، جايبة سندوتشات. شات ايه؟ الحمار ده يفهم عربي منين؟ طب هابي بيرثدي دودو. خدني جنبك، خدني جنبك يا عم. انت في سنة كام؟ سندوتش ايه ده؟ وريني كده امسكهولك. بص انت ممكن تلعب شويه قبل ما انا امسكهولك. اه ممكن تقوم تلعب اصلا. تتكلم تتكلم معلش يا تشامو دي معلم 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 تشامو تتكلم يا رات. السلام عليكم يا عز. وعليكم السلام يا عنايه، اتفضلي يا اختي. يا عز مقدارك، قولي لي الاول، هو الاستاذ رجب هنا؟ اه موجود بس نايم. عايزه في حاجه؟ لا انا عايزاك انت بس. نروح بقى نقعد في اوضتك شويه كده على راحتنا، قاعده حريمي يعني. اتفضلي. تشكري. الله الله يا ابني انت وهو، انا مش قايل لك بعد كده تلعب بعيد. معلش والنبي يا عم زكي، مش هنلعب هنا تاني. بوظتين العشره، حرام عليك. والنبي يا عم زكي انت بالذات، انا مش هنبقى عليك تلعب بعيد. والنبي يا عم زكي. طب يعني تلعب بعيد؟ ها الكره اهي، امسك اهي، يلا بعيد يا ابني. لا حول الله يا رب، عيال شياطين. العب يا سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا جليله؟ الحمد لله. خلي عنه يا بنتي، يديك الصحه يا رب. بصي بصي اقف هناك يالا. جليله امسك الواد ده. بتاع الناس يا عم زكي. Ha ha ha!
وهو يا عيني يصرخ وانا اللي انكويت بنار الحب ده، شكله كان خارج من العباسيه. وانتي قعدتي تتفرجي عليه وهو بيتضرب؟ انا يا اختي بصيت حواليا لقيت الناس كلها بتبص عليا، مشيت دول رجاله ملاحيس. لما اقوم اعمل لك الشاي. لا شاي ايه، عادي ادينا يا اختي قاعدين بنتسايب. تصدقي يا زوزه ان قعدتك حلوه؟ ربنا يخليكي يا عنايات، بس المؤاخذه يعني يا اختي سامحيني، هو انت كنت جايه عايزه حاجه؟ انا يا اختي قلت كده في عقلي بالي، البنت عزبت حتتي دي شكلها كده جدعه ولزوزه، ليه ما نبقاش اصحاب؟ وبيني وبينك بقى اليومين دول الاصحاب الكويسين بقوا عاملين زي خضار الصيف قليلين. يعني الاخضار وصيفي كمان؟ طب قولي يا اختي منجيه ولا حتى بلحه. الله يخرب بيت لذاذتك يا عزه، ده انت دمك شربات. انت عارفه ان اليومين اللي فاتوا دول كنت مصاحبه البنت سماره، بس اتضايقت منها لقيتها طول ما هي قاعده بتجيب في سيره الناس، تقول لك مش عارفه مين مصاحبه فلان، ما اعرفش مين اخوها قفشها مع علان، وانا ما بحبش القعدات اللي فيها سيره الناس دي. هتتجوز اهي ونرتاح منها، يمكن ربنا يهديها بقى وتتلهي في بيتها. ما ريتش عليا حاجه؟ فاشر ده انت الف. انت بتسالي ليه؟ تكونيش يا بنت معلقه حد من ورانا واحنا مش داريانين. انا؟ اه افتكرت، انا شفتك على السلم وانت واقفه مع الواد انتخ. عنايات مش لاقي عليك اللف والدوران، اطمني يا اختي ماليش فيه. لا حاسبي انتخ يا حبيبتي، ده حكايه وراحت لحالها خلاص. انا يما عايزه اتجوز وهو يا اختي عايز يقضيها. قلت له لا يا حياتي، يلا انت من سكه وانا من سكه، ما هو بيني وبينك لسان الناس ما بيرحمش كده. يا عنايات الصحه ما فيش احسن منه، وعماد اصلا بني ادم مش كويس. يا اختي هو غربه لا قرف، انا ماليش في الجو ده. هي الواحده مننا عايزه ايه غير الستر؟ ربنا يسترها علينا يا رب. اقول لك حاجه يا بت، والله العظيم ده انا قلبي اتفتح لك. لا لا لا، احنا لازم بقى نزور بعض على طول. ابويا وامي مش بيخلينا نزور حد. بتعالي انت ليه، هم حابسينك؟ لا ما انا بروح الشغل. وهو الشغل ده خروج؟ بقول لك ايه، ما تيجي معايا حنه البت سماره. ايه ده؟ القطر عامل كده ليه؟ كان عاجبك ايه البلطجه دي؟ بس يا ابراهيم سيب ماما في حالها، ماما متضايقه دلوقتي، بعدين الاكل حلو يا ماما قوي. يا بنت الرز كله بيقرش، كله تراب، انتوا جايبينه يابا. ده اللي عندنا، اللي عاجبه الكحل يتكحل واللي مش عاجبه يرحل. انت بتكرشيني من البيت؟ انا اللي هرحل، انا خلاص ما بقتش طايقه حد وما بقتش طايقه نفسي. استني يا ماما بس، راحه فين؟ يا ماما اسكتي يا حوريه، محدش له دعوه بيا. انا خلاص تعبت وزهقت وطقت، مش عارفه اعمل ايه عشان اخلي المركب دي تمشي، وانتوا حاطين ايديكم في الميه البارده كان كل حاجه ماشيه عادي. قسما بالله العظيم اللي ما هيقف جنبي وجنب نفسه ما هقف جنبه، انا مش مربي تنابله. عجبك كده؟ ما هي واخده الكرسي اهي، يعني نازله تقعد مع الزوك عشان تفك عن نفسها شويه وتلعب لها 10 طاوله، لازمتها ايه الثوره دي بقى؟ ما انت السبب في الكلام اللي زي السم اللي سمعناه ده، يا اخي الاكل وقع منها في الشارع وانت من الصبح عمال تتعوج. بنت انتي اتكلمي كويس، مش هي هتزعلي وانت هتفوقي عليا؟ فوقي يا اخي. اوعى كده،
ده ايه ده؟ بيض؟ يلا يا ابن الكلب يا سافل، نمرة غلط يا بسكليتة. قطم كده مالكيش دعوة بعنايات دي خالص. هو انتوا هتحبسوني؟ لا هعرفها وهروح حنت سمارة. اتخنقت اتخنقت وانا مش بني ادمه، ولو مش عايزاها تيجي بترضيها انت. يا بت يا موكوسه افهمي، ما ينفعش البنات تصاحب ستات. ليه؟ ما انا عندي اكتر من واحده من صحابي في المصنع متجوزه وبنتكلم عادي. هما واحده واحده بيبعدوا كده عشان في كلام ما يعرفوش يقولوه قدامكم، فابعدي عن عنايات دي خالص، دي عينها بكحه. ياما انا ماليش صاحبات خالص، من البيت للمصنع ولا بخرج ولا ليا شله. شله ايه ونيله ايه؟ اللي بقول عليه يتسمع ولا والله هقول لابوكي. ما هو الخوف كله من ابوكي. مال ابويا بقى؟ مفيش. لا قولي، ولا انت لسه فاكراني عيله صغيره؟ طب هقولك، بس الكلام اللي هقوله لك ده كانك ما سمعتيهوش، ما تعديهوش تاني. حاضر قولي بقى، يلا شوقتيني. انا كل يوم بكبر وابوكي زي ما هو، وعنايات صغيره وحلوه. عايزانا نصحى من النوم نلاقيها مرات ابوكي. خلاص يما، بس بشرط اروح عند سماره. روحي بس اقطعي رجلها من هنا وما تمشيهاش، فاهمة؟ فاهمة ياما. بفتح غطا الحلة لقيت لك تعبان نايم فيها، انخرعت. صحيت من النوم خرجت بالأكل وقعت. وبعدين حصل ايه يا جليلة؟ وبعدين وانت عايز نعيد لك اللي انا قلته تاني من الأول، ولا انت مش سامعني وانا قاعدة هوا وجنبك من بدري؟ لا سامعك كويس، بس مش عاجبني الكلام. وايه بقى اللي مش عاجبك فيه؟ مش عاجبني انك من اول مشكله سحبت الكرسي يا جليله ونزلت. خلاص انا عملت اللي عليا. طب اعمل ايه بس يا عم زكي؟ شور عليا اذا كان الاكل اللي عملته وقعت بيه واخد الفلوس وراح، وزباين زي الفل خسرتهم، كان كل يوم والتاني عندهم عزايم. طيب انت لو معاكي فلوس يا جليله تعملي ايه؟ منين يا حسره؟ مادي البير وادي غطاء. انا هنسلفك 400 جنيه وتسددهم لي من المكسب. صحيح والنبي يا عم زكي، انا راجل بهزر يا جليله، بس ليا شرطين عشان اديهم لك. اشرط حاكم المشروطه محطوطه. الشرط الاولاني تجيبي عيل صغير يوصل الطلبات عشان انت ما تقعيش. ما العيل الصغير ده ممكن يقع برضه. لا انا عندي فكره تانية. انا هبطل الدليفري، هخلي الاستلام من المنزل. اللي عاجبه يجي ياخد حاجته اهلا وسهلا، واللي مش عاجبه يستفل بقى مع نفسه. حلو، فكره حلوه والله يا جليله. ماشي كويس. والشرط التاني؟ تلعبيني 10 طاوله يا جليله. ابيض ولا اسود؟ خشي. ايه في ايه؟ هو ايه ده يا اختي اللي فيه ايه؟ الباب لازم يتقفل، ما انت شايفه البنات قلعه ازاي؟ يخرب بيوتكم اللي عاملوه في نفسكم ده. عبال حنتك يا زوزه، ونبقى نقلع لك كده برضه. شغالك بس يا بنت يا جميل. قومي.